السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم كتجيو نتوما كيعطيوكم ثمن كتزيد كيديروا الثمن ديالهم هما. زيد 1500 درهم. اللي كيقولها كلشي كذوب. ما كتجيش عند بنادم ما كتقولش ليه راه دوز. وراه كتقول راه واحد باقا عنده شي صحافة راه ويلاه دابا دخل السيد قال لي 7000 درهم. قال لهم 5000 درهم. ملي دخل السيد قال لي 7000 درهم. راه باقي عنده. والله العظيم ما كانش يكذبوا على عباد الله. وعطاتهم الوقت اش غدير دابا هادشي كيكذبوا ما كاينش هادشي يديروا ما كاينش كونترول الدوله ما كتكونتروليش ما كتساعدش الدرويش هازين دابا بحال فهمتي تيليفون خويا هاد الناس هادو راه عندهم ثمن واحد بريفيكس كيقول لك مليون مليون و5000 ما عمرش حياتي حولي مليون و5000 انا حياتي كامله عشت ما عمرش مليون و5000 وكتعطيه كيقول لك 116 الحولي كتعطيه 4500 كيقول لك لا كيحيد لك 1000 ريال في الحولي بحال شاري ما عنده صنداله راه عيب اصاحبي راه الدرويش والله ما يعيد هنايا في هذا السوق هذا راه ما كاينش البنادم اللي كيشري راه كيساومونا اغلبيه علاش واش بزاف ما مع السوق ما معاوش الدرويش هذا السوق هذا وبزاف هاد الدرويش ما معاونوش ما كاينش اللي غياخذ راه حولي ديال الصبالي واللي قالوا ديال رومانيا 70000 ريال اصاحبي ديروا 1500 فينا يا راه انا ناخذ منا جوج ثلاثه دابا انا ما كايناش اصاحبي ولكن كتحط عليك يقول لك انا اللي موكله على هو اللي جايبها ومعلفه وكبيتها عنده ما كايناش ما كاينش هادشي اثمنه ما كايناش يعني نتوما كتجيو كتسالوا شوف جينا باغي نشريو حنا باغي نشريو شحال الجهد ديالك واجهدير 4000 4500 هو كيخرج لك في الاول كيخرج لك 100 و4000 106000 ملي كتعطيه 4000 كيقول لك ما واصلاش انا فايتك شاري 100 قل 1000 ريال 100 قل جوج راه عيب راه حشومه ورغم ان السوق راه فيها الكساب ما كاينش ما كاينش كاينش الكساب هنا راه يقول كتب كذب عليك الكاذب الكساب كيبيع الشناق الشناق كيهز كيجي كيحط هنا هادشي اللي كاين كون كان الكساب راه غيتعاون مع الدرويش الكساب ما كاينش الكساب كيبيع ويشري في السوق اما هنا راه بزاف عليه باش يكري واش فهمتيني اخويا الكساب ما يكريش محل عندي راك في بالك يبيعوا مع يبيعوا يشري معك في السوق هادشي اللي كاين اما باش يكري محل في هنايا ما يكريش هنا اغلبيه الشناقه كيشرقوا تاع عباد الله هادشي اللي كاين والله الله يعاون الدرويش والله يجيب البنادم وصافي كانت عندنا الفلوس راه نشريو جمل والله تنعيد عليه ولكن راه الغالب الله اخويا هما ما معاونينكش ما كيعاونوش قال لي 6500 درهم وزعما الخروف زعما ما يستاهلش هذاك الثمن تقريبا انا جهدي 4500 4000 درهم كاين زيد على العام اللي فات وتكون زيد شي 1000 درهم ولا 2000 درهم زايد ماشي شي 1500 درهم تقريبا يعني شي 2000 درهم ولا زايد وعلى حسب ندورو ان شاء الله ونشوفوا لقينا شي حاجه مسلكه هي هذيك ما لقيناش راه اش كاين نقدروا انيليو حنا كاع فريمون غالي غالي واه ما كاين حتى مشكل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهمت ما غاديش تضر راسك باش فهمتي باش وانت جيب معاك الثمن اللي كيقولوا في السوق جيب معاك لا الصراحه ما لقيتش ذاك الثمن اللي بغيت دابا يلا دخلت زعما باغي تنشوف البوكس الاخرين عاد تشوف اش درتي بشي بلاصه ولا جيتي ديريكت لا لا جيت ديريكت هنا يعني تدور ضروري هو ضروري ولكن اللي في هذا اللي في اللي كيقولوا في الاسد في اليوسف وداك الشيء ماشي هو هذا مي كتجي كتلقى ثمن اخر وتلقى الحبلي ماشي هو هذا فين تيقولوا؟ فين تيقولوا في القنوات؟ فين تيقولوا في القنوات؟ تيقول لك لا جي تشوف هو كاين هذا وجي اجي غيتصاوبوا معاكم مي كيجي ما كاين والو منه مي كتجي كتلقى ثمن اخر شحال تقريبا هكذا اكيد تفرجتي في شي فيديو شحال قالوا لك تقريبا الثمن ديالو وشحال لقيتي هنايا؟ لهنا انا واحد قال لك 110 دابا لقيتو 130 شحال يستاهل هو في الاصل؟ حتى
90 هو اللي استهدف ومازال 90 راه غالي عليه. شنو تقول للناس اللي كيديروا بحال هاد الشيء؟ الله يهديهم، الله يهديهم على الناس، فهمتي؟ الله يهديهم. هذا اللي يقول لك ما كتجيوش عند عباد الله كديروا مراه قالوا لا لا يلاه دخلنا دابا حنا الله يجينا ما دونا. درتي السوق بعدا؟ لا يلاه اول واحد هو هذا. هذا هو تيقول لك الثمن هذا تدوزوا بحالكم وتدير الثمن اكثر من هذا الثمن. انا هذا الشيء اللي مدير مقلقنا الشعب المغربي راه مقلق من هذا الشيء. شنو مقلقك؟ مقلقنا الثمن اللي تيجي السوق بنادم شحال تيسوى 3000 درهم. اش ما يديروهاش اش ما يديروهاش الكيلو كما مدير الناس الاخرين؟ ويديرنا معينا بحال الثمن مرخوف. دابا كتقارن دابا الحلوى كتلقاها ب 20 فرانك الكيلو. 25 والله العظيم ما طلع لك 20 فرانك الكيلو. ملي كدوي معاك كيقول لك جفاف. بالله عليك انت جفاف داز علينا شي جفاف حنا هذا العام؟ راه الناس كلها صيفات هذا العام في الاخر. كلشي ومدعمه مدعمه وما مدعماناش. باش ما مدعماش؟ احنا كاع احنا غنصدقوا ما مدعماش وما مدعماش يبيعونا ب 25 فرانك الكيلو. لا مراقبه لا والو، خا تكون مراقبه اللي جات مناسب جاك مناسب جاك ما كاينش. درنا السوق كامل من البدايه ديالو الى النهايه ديالو ما كاينش. بحال تقول سبحان الله بحال مفاهمين. وزياده على ذلك انه اكثر ملي كتدخل ما كتلقاش كسيبه. كله راه الا غيكذب عليك شي واحد غيقول لك راه هذه كسيبه. انا كنتحداه لانه غتشوف غتدخل معايا دابا لداخل وغتشوف كلها مطبوعه. اي حاجه مطبوعه اشنو هي المعنى ديالها مطبوعه؟ انا كنمشي للسوق كنتقداها، ملي كنتقداها كتولي ديالي، كنهزها كنجيبها لهنا الكوري كتولي بحال انا كساب. ما بينا وبين الكسيبه خير واحسن. كلهم بياع وشرايا هادو. كذب على الكذاب شي واحد يقول لك هنا كاين الكساب هنايا. تحدى شي واحد يقول لك كاين الكساب هنا. الرسالة ديالي اش غنقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، والله يكون في العون ديال الدرويش. وهذا الشيء راه ما كيبشرش بخير. ونزيدك اخويا راه حتى واحد ما كيشري، راه غير كنصوموا وكنزيد. اما الشاري راه ما كاينش. اسمينا اخويا بزاف شل على حساب الدرويش باش غيجي يشري هنا وسميتو. اسمينا قاصح يعني كاين اسمينا خياليه. انا ما كنظن غيبقاو زعما حتى الايام الاخرى غيشوفوا يجوا المواطنين انهم يتقداوا. ربما تكون شي حاجه، مي هذا الشيء راه بزاف زعما الدرويش تقريبا والاسمينا كاين 120 110 الحوله اللي كندير 3000 درهم 3500 ولا 110 ولا 120 130 دونك حتى القدره الشرائيه ديال المواطن راه ما صعيب. الجاي معول الثمن وانا ما كذبش عليك انا 3000 درهم جهدي باش نشوفوا ان شاء الله الا كانت شي حاجه وربي ييسر الامور. ديال البلاد بالنسبه للحوالين دخلوا من المستوردين ما سولتهمش؟ لا ما سولنا الصراحه، شفنا غير ديال البلاد. المستوردين ما عنديش عليهم زعما شي فكره. تقريبا زيد في الحوالين ديال البلاد تقريبا غتكون واحد 2000 درهم 1500 درهم تقريبا مع الثمن. وربما يقدر يطيح السوق واني ما كنظنش هذا العام كاين الغلا بزاف. كاين ولا الناس اللي الله يهديهم ويتعاونوا شويه مع الدرويش. الله يهديهم يجي خارج الفاضي. ما تقديش اخويا كندور حتى كنشوفو تيدير الله حتى ولدي الخير. الله يحفظك. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.